حاليا في موريشوز، قاعد تقريبا 6 ايام. هذه الايام انا قاعد اتمشى حوالي موريشوز، ولكن التارجت اللي ببالي اني ادش واشوف اضخم الكائنات على وجه الارض، وهي الحيتان. في اكثر من نوع ممكن نشوفه، ولكن النوع المشهور في موريشوز هو حوت العنبر. حوت العنبر تقريبا متواجد في اغلب محيطات العالم، ويقال انه يهاجر من محيط الى محيط بين فترات معينه، ولكن رحله البحث هذه راح تكون عند المحيط الهندي، تحديدا في غرب موريشوز او حوالين المنطقه هذه. تجهيزات الرحله هذه خذت وقت، خصوصا اني انا قبلها بفتره كنت قاعد احاول اني انا اتدرب على كتم النفس فتره اطول تحت الماي، وبنفس الوقت استخدم الكاميرات بشكل افضل هم تحت الماي. وطول فتره 6 ايام اللي انا كنت قاعد فيها مع اخوي في موريشوز، كانت هذه الارض عالم ثاني. صراحة حاولت اني ازور اغلب الاماكن الطبيعية في موريشوس، ولكن وقتي كان قصير. بشكل سريع حتى نزلت في غواصة. غواصة وضع شوي قمتها صح، بس بس بعد ما أخذت جولة قصيرة حوالين موريشوس، كان ودي أني أخذ فترة أطول، ولكن أيامي كانت محدودة. كان 3/4 الجزيرة منتجعات وطبيعة بحرية. كانت الأجواء بالنسبة لي بالبداية شوي هادية، إلى ما وصلنا حق أهم يومين في موريشوس، واللي هم دخولنا حق المحيط ورحلة البحث عن الحيتان. بلش اليوم الأول من خلال أولاً تأجيرنا حق هذا الطراد، وطلعتنا تقريباً الساعة 10:30 الصبح. كان مفترض نطلع الساعة 6 الفجر، ولكن لظروف الجو اضطرينا نطلع الساعة 10:30، ولكن أيضاً الساعة 10:30 الصبح كان الجو مو سهل. الأصعب من الموضوع أن ما كنا ضامنين أننا راح نشوف الحيتان. الموضوع يعتمد أولاً على التوفيق من الله سبحانه وتعالى، وعلى الصبر طولة البال. مرت الحين تقريبا ساعة ونص، أكثر من ساعة ونص، ماكو شيء. الحين قاعد ندور. شفناهم؟ واحد من الأطراف.
أفضل كلمة توصف حالي وتوصف هذه المشاهد هي سبحان الله، سبحان الخالق. هذا الشيء هو أفضل طريقة أقدر أوصف فيها اللحظات اللي أنا قاعد أسبح فيها مع هذه الكائنات. حوت العنبر هذا ممكن يوصل طوله إلى أكثر من 25 متر، ويقدر يغوص إلى أكثر من 3 كيلو تحت الماء. غزر مرعب جدا، ولكن هذا هو حوت العنبر. هذا أول يوم لنا، الحمد لله توفقنا فيه. ها أبو ناصر، أوه مغامرة. شلون الأمور؟ مغامرة صحيح أخوي أبو ناصر، كان شيء عجيب وتوفيق من الله سبحانه وتعالى أن صادفنا حوت صغير مع أمه. غالبا الحيتان تظل تحت رعاية أمهاتهم لحد عمر 5 سنوات، بعد 5 سنوات خلاص يبدأ ينطلق ويبحث عن أكله. فكان شيء عجيب أني أشوف هذا الحوت الصغير مع أمه أكثر من مرة. Thank you.